خسارة غير متوقعة للأخضر السعودي تقصي خارج بطولة كأس العالم المقامة في قطر بعد أداء ومستوى قوي قدمه في أولى مباراتيه. كما تشاهدون الجمهور السعودي الذي قدم من مختلف أنحاء المملكة لمؤازرة الأخضر السعودي في هذه البطولة خرج مغادرا من ملعب لوسيل الذي ملأه عن بكرة أبيه. الآن نلتقي بأحد الجمهور السعودي والمشجعين السعوديين الخارجين من الملعب. بشكل عام ما رأيك بعد خسارة المنتخب وخروجه من المونديال بمستوى الأخضر بشكل عام في البطولة؟ والله الحمد لله على كل حال. أولا وأخيرا المنتخب أدى في المباراة الأولى أداء جدا مشرف وأداء قوي جدا، وهذا الأداء القوي ساهم في التأثير السلبي على المباريتين الثانية على بولندا وعلى المكسيك. اليوم شروط ذهني من اللاعبين صراحة، واختيارات المدرب كانت شوي ما هي صحيحة، تنسيق اللاعبين في التشكيلة. منتخب بولندا منتخب يعني مستوى أقل من عادي، مستوى يعني متوسط إلى أقل من عادي، لكن المكسيك سرعات عندهم، سرعات لعيبة سريعة، فاحنا ضيعناه من مباراة بولندا. من المفروض البلنتي لو سجلناه كان خلصت أمورنا، تأهلنا دور 16. أولا الإصابات كانت مؤثرة، خصوصا سلمان الفرج كقائد الفريق الروح راحت وما كان في أداء، في خصوصا في آخر مباراة. اللعيبة المصابين البدلاء ما كانوا بنفس الجو. ان الاصابات اثرت على اداء المنتخب؟ ان اثرت تاثير كبير، ولا كان المنتخب شرفنا الصراحه، للامانه شرفنا، لكن الاصابات والحظ. طبعا الاصابات لها دور كبير، اصابه سلمان واصابه ياسر الشهراني، هذه يعني البدلاء ما قصروا، ولكن لهم تاثير كبير غيابهم. والله أبطالنا نقول لهم شكرا لكم، ما قصرتوا. الجمهور أيضا الوفي اللي حضر من المملكة العربية السعودية وشجع جميع العرب بنتيجة اللي حققها أمام الأرجنتين، هذه البطولة نعتبرها إحنا حافز بإذن الله للبطولات القادمة. خروج مر للمنتخب السعودي ومغادرة كبيرة للجمهور السعودي الذي ملأ الدوحة خلال الأيام الماضية بأعداد غفيرة لمؤازرة المنتخب السعودي، بعد تفاؤل كبير أصابهم بعد نتيجة تاريخية ضد الأرجنتين، لكنهم يعزون انخفاض أداء المنتخب السعودي وخسارتين متتاليتين من بولندا والمكسيك للإصابات القوية التي أطاحت بالمنتخب. عبد المحسن الحربي، العربية، الدوحة.